منه تعالى وبركات. نحييكم بأطيب تحية مباشرة من مدينة الفقي بن صالح التي تعيش اليوم حدثا مشهودا، حدث زيارة الملكية الميمونة التي أبى العاهل الكريم إلى أن يخص بها هذه الحاضرة بجهة تل أظلال، التفاتة ملكية ومكرمة مولوية تلقتها ساكنة المدينة بكل الحب والعرفان والتقدير والامتنان. موكب جلالة الملك يخترق شارع الحسن الثاني باتجاه ساحة محمد السادس وسط مظاهر التعبير عن الفرح والسرور والبهجة والحبور التي تغمر أبناء هذه الربوع في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة الزيارة الملكية المباركة. مدينة الفقي بن صالح تجملت بأبهى الحلل وتحلت بأحسن صور الجمال لأبراز فرحتها بالزيارة الملكية وإبقتها بهذه المكرمة من جلالة الملك. والزائر لهذه المدينة في هذه المناسبة الجليلة يقف بانبهار وافتخار على مظاهر الحفاوة في كل حي من أحيائها وفي كل ركن من أركانها وهي تعيش الحدث. تحية العلم في مستهل مراسيم الاستقبال الرسمي لجلالة الملك هنا بساحة محمد السادس في مدينة الفقي بن صالح التي يدخلها جلالته دخولا رسميا. يستعرض جلالة الملك تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية. يتقدم للسلام على صاحب الجلالة وزير الداخلية السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد شرقي إدريس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبدع. يقدم للعاهل الكريم الثمر والحليب جريا على التقاليد المغربية المرعية في مثل هذه المناسبات. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك والي الجهة عامل أقليم بني ملال ورئيس المجلس الجهوي وعامل أقليم الفقي بن صالح والمنتخبون وأعيان المنطقة وممثل السلطات المدنية والعسكرية والمجتمع المدني بالإقليم. ساحة محمد السادس تنبض بمشاعر المواطنة الصادقة وتفيض بالمحبة الخالصة، حناجر المواطنين والمواطنات ومن كل الفئات تلهج بحياة جلالة الملك وتدعو له بالمزيد من التوفيق والسؤدد حتى يحقق لشعبه ما يصب إليه من عزة ورفعة. مدينة الفقي بن صالح تنوب اليوم عن كل مدن المملكة وقراها ومداشرها للتعبير عن الشكر والامتنان للرعاية الملكية الموصولة وللجهود الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك لإعطاء دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا لسياسة القرب والاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة المحلية عبر مشاريع بنيوية ومخططات تأهيل والتنمية وفق نظرة شمولية وسياسة حكيمة متبصرة توازي بين كل الأقاليم والجهات وتراعي كل الحاجيات والخدمات. بكل شوق واشتياق تستقبل ساكنة مدينة الفقي بن صالح جلالة الملك الذي يبادر أبناء شعبه في هذه المنطقة
الحب بالعطف والتقدير بالرضا والوفاء بالرعاية والولاء بالعناية، مشاعر نبيلة وأحاسيس قوية في مناسبة تاريخية تحمل في طياتها بشائر الخير والنماء ومؤشرات التنمية والرخاء. جلالة الملك يبادر أبناء شعبه في هذه الربوع حباً بحب وتحية بتحية في مشهد بديع يترجم التلاحم القوي بين جلالة الملك وشعبه الوفي، تلاحم يشكل الحصن الحصين لقوة ومنعة هذا الوطن. صورة بديعة من صور التلاحم المتين والرباط القوي المكين ترسمها اليوم مدينة رفقي بن صالح، صورة وإن كانت اعتيادية في شكلها تتكرر في كل الربوع من هذا الوطن الأبي، فإنها تختزل ذاكرة أمة عبر قرون من الزمن نسج خلالها العرش والشعب ملاحم بطولية قدمت العالم أجمع مثالا يحتذى لبلد صفوفه متراصة تتحرك مختلف أركانه بسير حثيث نحو ما يصبو إليه من أهداف. لوحة من لوحات التلاحم بين شعب وفى لعرشه ملتف حول رمز وحدته وملك متفان في خدمة بلده اختار له نهج الحداثة والديمقراطية. تضفي الزيارة الملكية على الالتحام الوطني في هذه الربوع قوة ومتانة لشعب يعيش من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في تمازج مع رمز وحدته، ولأمة متلاحمة على الدوام مع الأسرة العلوية الشريفة. مغرب اليوم يحتاج لسواعد كل أبنائه وطاقات كل جهاته من أقصى المملكة إلى تخوم الصحراء الحبيبة الغالية من أجل تنمية مستدامة تكفل له الانتفاع من تطور اقتصادي ورقي اجتماعي يستمد منه وسائل الرقي الحضاري لضمان الاستقرار وتكافؤ الفرص وبلورة مجتمع متماسك متشبث بمرتكزات الهوية الوطنية مع متطلبات التحديث والتجديد. بالحب الكبير وبالشوق الفياض المنهمر تستقبل مدينة رفقي بن صالح قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس. وقد تعود أبناء الشعب المغربي الأصيل كلما حل العهد الكريم في موقع ما إلا وحمل معه بشائر الخير والنماء ومشاريع الرقي والرخاء، إنجازات في كل القطاعات، نجاحات في كل المجالات، وكلها إنجازات ونجاحات ترم خير هذا الوطن. مدينة رفقي بن صالح تحتفي بالزيارة الملكية المباركة التي شرف بها جلالة الملك هذا الإقليم، زيارة لتجديد العهد مع مواطن هذه الأرض الطيبة الوفية للأشراف العلويين الأماجد الذين اصطفاهم المولى عز وجل هذه البلاد وضمنوا وحدتها وجمعوا شملها ووطدوا أمنها وأعلوا شأنها وخطوا بها على درب الخير والهناء. لا تنال من إرادتهم وعزيمتهم ظروف الظهر ونوائب الزمان. جهة تدلى الظلال بمؤهلات فلاحية وسياحية وطبيعية هامة تشق طريقها على درب البناء والتشييد والتجديد برعاية الموصولة من جلالة الملك على غرار باقي الجهات، محاصيل زراعية، سلاسل إنتاجية، أراضي مسخية، موارد مائية، يد عاملة متمرسة، بنية سياحية، تضاريس طبيعية، أشكال جيولوجية، أنهار ووديان. تجعل من جهة تدلى الظلال وجهة بارزة للسياحة البيئية والقروية، موقع جغرافي متميز يتيح الوصول إلى بنيات تحتية ذات جودة عالية. مدينة رفقي بن صالح وهي تستقبل جلالة الملك أضفت عليها مظاهر الاحتفال المختلفة توهجا وإشعاعا وجعلتها في مستوى هذا الحدث السعيد الذي يسجل في تاريخ المدينة بمداد الفخر والاعتزاز. صور الاحتفال التي عمت المدينة ليست إلا تعبيرا عن حب الأوطان ونسيجا للوحدة التامة. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.